موف شوف ستيفن المي ايش قبل طافه تشوف هاي جت علي جت علي يا شوف هي تسوق 120 بالمئة سريعه جت تدارك تتعارك يلا 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 هي لك خصتك هي بس هنا على كيفك فيها بس اجيب لك اياها على كيفك مو كار باكر ستيفن مدد بينهم. هو هاي اللمه لما كرفها اللمه. شكرا في اللمه. بعدها والله. ما توجد. شكرا في اللمه. ما توقفت شخلني ويك. شلون فح الكارب حلو. شخلني ويك. بابا ابيض ثلج. نو. ثلج اخذ الكارب. هو بس اللي بحل الاسد يا سيد فحل صغير بس حلو اوكي اخير وحده خليها جر وين الشبكة؟ نسيتها هناك اروح اجيب الشبكة واجي روح جيب تجي وياك مو؟ بس جيبه هنا بنفس المكان ستيف هو دايج علي على كيفك سمكة حلوة ماذا أسيطر على التليفون وعليها اليوم بالوسخ صارت عشيدك وهذا الكارب الثاني فحل الفحل الثاني فحل رهيب كل الزين وهذا الكابتن ستيف يضرب الثالثة ان شاء الله كاريبي حلوي ستيف انفحل هلا قام يقمز وين تروح احنا نريدك هيك تنطس ستيف راح اطفي الله يدكني البوك طفي حبيبي طفي هجوم علي هجوم مو طبيعي احلى كابتن ستيف طفي لايتك حبيبي غالي يا هذا هاي وحده هناك وحده هنا شوف لهم الورق وحده بالمي ثلاثه بالمي يدللون علينا الثنتين نسيناهم مالت العصر ايه ايش قد صار العدد خمسة مو؟ صار خمسة وتنكس علمك يا احمد الكردي احلى كابتن ستيف اليوم تحياتي لكم شباب اليوم كان الصيد ثلاثة كارب وكاتفش وهاي داتفش هاي هذا واضح حجمها لا حد يقول لي صغيره وهاي اعتقد بيها مشكلة راح ارجعها المهم خمسة صيد اليوم الحمد لله وشكر الله وفقنا تحياتي لكم